بلدة حاس المحتلة، جمعت إعلان جهاد أو جمعت تدخل عسكري، محاصرة ميليشيات الأسد للمساجد في بلدة حاس. هاي عربة بي إم بي في بلدة حاس وليست في الجولان، وهذا الجامع الكبير في حاس. هاي حاصر المساجد مشان منع خروج المظاهرات السلمية. هاي بلدة حاس المحتلة، في جمعة التدخل العسكري الفوري 16/3/2012، هاي محاصرة المساجد. على المسيرات المؤيدة ما في عربة بي إم بي وما في إطلاق نار، بس على المظاهرات السلمية ليك. شوفوا يا ناس، حاصرين المساجد. هاي العناصر شبيحة الأسد، العناصر المسلحة. هاي عربة بي إم بي كأنها جاي تحرر الجولان. وهاي اليوم، تاريخ اليوم، بلدة حاس المحتلة، جمعت إعلان الجهاد أو التدخل العسكري الفوري 16/3/2012.